عيوني اثنيناتي ما اشوف بهن، واحده منهن اشوف بها كلش يعني قليل اشوف بها، ورا فتره منهم قمت ما اشوف بها، هسه حاليا ما اشوف بهن اثنيناتهم. 6 سنوات دون نظر، ووزارة الدفاع لم تبدي أي تعاون وراتبه طي التوقف. العملية يعني والله ما مو فد شيء صعب، يعني كلف كامل 55 ورقة، من 55 إلى 60 ورقة تكلف، يعني مو مبلغ كبير لو شيء، بس والله أنا يعني ما عندي زين، إمكانيتي كلش ضعيفة، يعني إمكانيتي محدودة. لؤي الذي فقد الرؤية في إحدى المعارك وفقد والده بسبب حزنه على ولده، يعيش مع والدته بالإيجار دون معيل أو نفقة تنتشلهم من مأساوية الحال. كان يا ما عندي راتب، ما عندي شنو أودي، ما عندي معيل. وأبويا من 2014 تقريبا الشهر الثامن الشهر التاسع توفى، فعاد أنا الوحيد لأهلي، وصارت عندي هذه الحالة من 2014، لا أحاجة وصل بابي، يعني حالي حال أي واحد، يعني لا راتب ولا أشي. صارت عندي أعراض عين ما أعرف شنو هي، أعراض مرضية جسدية، يعني صارت عندي من كثر السموم. الأم هي الأخرى تحاكي وزير الدفاع كما ولدها، وتطلب منه التفات تعاطف ونظرة حنان يعوضان ولدها فقدان نظره. أنا السيارة يوديني لبغداد، ما أعرف منين أجيب، ما عندي إمكانية أودي، بس واحد يسوي لي إياه ما أقدر أروح لبغداد، والله ما أقدر. هذا مين؟ هيا دفتر خدمة بات عسكري. فعاد اريد بس ينظرون بشغلتي، ان يسوي لي فتح حل، اريد فد مصدر رزق اعيش من عنده، انا بس انا ووالدتي، وقاعد ايجار وبهاي الظروف لا اقدر اشتغل لا اقدر شيء، والله العظيم ومعيني بس رب العالمين زين. يعني والله اطلب من السيد الوزير الدفاع المحترم ان ينظر الى حالتي، ما اريد كل شيء، بس راتب صغير اعيش من عنده، بس يرجع لي راتبي بس اعيش من عنده، واني ضحيت من اجل الوطن وعيوني راحت في سبيل الوطن، والحمد لله والشكر، والله ما ندمان ابد ما ندمان، مو خساره العراقيين يستاهلون هالغيره. انا سيد السيد الوزير الدفاع بس ينظر على حال ابني، ها وهذا حاله ما يشوف ويسوي لنا راتب شيء بس نعيش منه، وهذا خطية سوانا أنا عملية ما نجحت بتي طلعنا نسوي العملية بمكان. دوامة عوز تحتاج إعادة نظر من الحكومة لشاب دافع من أجل تحرير الأرض وكانت ضريبة النصر بصره.